واو، للحين قاعدين نشتغل على المكتب وتصميم الخلفية، بس عموما هذا الموجود حاليا. أكبر شهادتين تقدير حصلتهم من فتحت القناة، أول اللي هو درع 100,000 مشترك، شكرا. ثاني له شهادة شكر وتقدير من متابعين الغاليين، فإن شاء الله كل أسبوع راح تشوفون شيء جديد وتطور. اليوم بنسوي شوربة عدس، بنسوي أم علي، بنسوي بيتزا نباتية ووصفات أكثر انتو أرسلتوها لي. أهلا، أنا محمد إبراهيم وهذه قناة نباتي. رمضان 2021 كل أسبوع راح ننزل فيديو وصفات المتابعين، فإيميل وصفات المتابعين موجود تحت بوصف الفيديو. لا تنسون ترسلوني وصفاتكم، رسولي وصفات سمبوسة نباتية للحين ما حد أرسل لي، فعشان نجرب الحلقة الجاية. فيديو اليوم مثل ما أنتم عارفين سلسلة وصفات المتابعين، ترسلوني وصفاتكم أجربها أقيمها وأرد عليكم. نقول بسم الله ونبدأ بأول وصفة. أهلا نباتي، معاك سميرة. أهلا سميرة، كل عام وانت بخير وألف مبروك على 100,000، والله أنك تستاهل كل خير. شكرا شكرا. عندي وصفة لك قشطة نباتية بدون لاكتوس، بس قبلها عندي سؤال لازم تجاوبه. طيب، تحسك بتكون نباتي للأبد ولا بتوقف؟ وصفة القشطة أخذتها من سكري لايف، لو تعرفها. أكيد أعرف سكري لايف، أهلا رؤوم. الوصفة راح تكون فيها مكعب توف حريري، علبة زبدة جوز الهند. تمام. قبل ما نرد على السؤال خلينا نروح نجرب الوصفة. اللي تابعني من أول ما فتحت القناة تذكرون كان في فيديو فطيرة التفاح اللي حذفته لأن الفيديو كانت جودة تعبانة، كان من أول فيديوهات اللي سويتها. وتصدقوني يبيلي أسوي فيديو بعد رمضان تكون ردة فعل على أول ثلاث فيديوهات سويتهم، ممكن إحنا نجرب نسوي الوصفات من جديد. بهذاك الفيديو فيديو فطيرة التفاح جربت أسوي قشطة، وما أذكر بالضبط المكونات حق الوصفة، بس أعتقد إني استعملت نفس الشيء هذا، توفو الحريري وكريمة جوز الهند. أنا الحين اشتريتهم من بقالة آسيوية، هذا كان بدولار وهذا 80 سنت. الخلاط بنضيف كريمة جوز الهند، التوفو الحريري، بحط المكعب كامل، 6 إلى 10 حبات تمر، واستعمل التمر يكون ملمسه ناعم، عصير نصف ليمونه، وملعقه كبيره كورن ستارتش او نشا الذره. اتوقع اني كثرت من التمر شوي فلونها صار بني. الخطه الحين احنا نبغى ننقل القشطه على الفرن على درجه حراره مرتفعه، بنخفض القشطه لين ما تبدا تطلع فقاعات، بعد بنخفض درجه الحراره ونغطي عليها ونخليها على جنب مده 5 إلى 10 دقائق. بعد ما نخلص من الفرن بدخلها على الثلاجة ونرجع نجربها بعد ساعة إلى ساعتين تقريبا. والزبدة النباتية البنية جهزت، استعملنا تمر كثير واستعملنا تمر بكشورة بأليافة، فأكيد اللون راح يكون مختلف شوي. بسم الله. مع شوي تمر. الطعم حالي شوي بزيادة، حالي شوي بزيادة، أضفت تمر كثير فالطعم طلع حالي بزيادة شوي، بس أنا ما عندي مشكلة يعني. حتى القشطة لما أكلها دائما كنت أضيف لها سكر شوي، فهذا الطعم المثالي للقشطة بالنسبة لي. مو 100% زي القشطة، بس بنفس الوقت فيها طعم مميز اللي هو طعم التمر مع طعم الدسم. والله جازت لي، فبنقيمها 10 على 10. اهلا سميرة، وانت بألف خير وصحة وسلامة، مبارك عليك الشهر، شكرا لك والله دعمكم يخجلني، وتو اليوم وصلني درع 100,000 مشترك. إجابة على سؤالك، والله إذا تبين صراحة ما أدري، يعني الحمد لله الصحة والنشاط حاليا 100% عن النظام النباتي، بس ممكن بالمستقبل ما راح أكون متشدد بالأكل مثل الحين، يعني لو كنت مسافر وكان صعب إني ألقى شيء نباتي بدون زبدة وبيض، ما أتوقع إني بحرم نفسي. نظام نباتي أنا ماخذك نظام صحي، بسوي اللي أقدر عليه والباقي على الله. طيب شكرا لك وسكري لايف على الوصفة، جربتها والأمانة الطعم يجيب العافية، ممكن بس إني المرة الجاية بقلل التمر عشان الشكل واللون ما يكون حالي بزيادة. الوصفة هذه شوربة بالعدس لرمضان. أهلا نباتي، مبروك مقدما على 100,000 مشترك باليوتيوب، الله يبارك فيك، شكرا شكرا شكرا. شوربة بالعدس وصفة شعبية ونسويها عادة في رمضان، فأمي سوت لي نسخة نباتية منها. المكونات تقدر تغير فيها حسب اللي تبي، بس هذه طريقتي. لا هذه وصفة شوربة العدس الأوريجينال. تونا قصينا الخضروات، متحمس لذي الوصفة، صارت مقدمة لكل وصفة إني من زمان ما جربت الوصفة هذه، فشكرا لكم تشاركوني الوصفات ذي. ولهت على بلدي وعلى اهلي وعلى امي وعلى شربة العدس. المهم، زيت نباتي، بصل، فلفل اخضر، فلفل احمر، وثوم، طماط، فالحين راح نضيف ملعقة كبيرة عدس من كل نوع، عدس احمر،
عدس أصفر وعدس بني، وملعقة كبيرة ماش، ثلاثة أربع كوب شوفان. البهارات راح نضيف بودرة كزبرة، قرفة، مسمار، كمون، كركم، معجون طماط. طيب والحين بنضيف ماي، راح أضيف حدود 3 إلى 5 كوب. بالإيمان صاحبة الوصفة ذكرت أن هذا شيء اختياري، بس موجود عندي هذه الشعرية راح أكسرها وبضيفها للشوربة قبل ما تجهز بشوي، نخليها 5 دقائق بس عشان تمتص السوائل. قسمت الشوربة إلى جدرين، جدر أضفت له شوي شعرية وجدر ما أضفت له شعرية. أضفت شعرية بزيادة لأن زي ما نشوف ما صارت شوربة. اللي ما أضفنا لها الشعرية إلى الآن فيها تماسك الشوربة. أحب الشوربة يكون فيها تماسك، ما أحب أن تكون سائلة بزيادة. هذه من اليوم رايح بعتمدها بجدولي الأسبوعي. العدس ما راح يخرب المطبخ بسبب هذه الوصفة، فشكرا لك وشكرا لأمك وشكرا لكم كلكم. بالشعرية وبدون الشعرية 10/10. هلا وسهلا، الله يبارك فيك، شكرا لك. من زمان كنت ادور وصفه شوربه عدس صحيه واصليه، وشكرا لك وللوالده اليوم حصلناها. جربتها بدون بلغه، افضل شوربه عدس سويتها انا بنفسي بعتمدها برمضان. شكرا لك ولامك ومبروك عليكم الشهر. مرحبا، محمد ابراهيم معك زهره من البحرين، اتمنى تكون بخير. قناه جدا مميزه وخلتني افكر اصير نباتيه، ان شاء الله في يوم من الايام اصير مثلك نباتيه وانضم الى عائله النباتيين. مبروك على 100,000 وعقبال المليون. ما في متابعين مثل متابعيني، ما في متابعين مثل متابعين. الوصفه عباره عن بيتزا نباتيه، كوب دقيق الشوفان، في حال عدم توفر دقيق الشوفان شوفان عادي بس نطحنا. ما مره سويت بيتزا من دقيق الشوفان فنروح نجربها. وين الشوفان؟ وين الشوفان؟ اوكي، ناخذ الشوفان هذا على الخلاط، بنطحنا الى ما يكون زي الدقيق. كوب ماي دافي، خميره، محلي سائل، وزيت الزيتون، ونحطهم على جنب الى ما تبدا تتفاعل الخميره. بعد ما تفاعلت الخميره الحين بنضيف كوب من طحين الشوفان اللي تونا طحناه، وراح نضيف معه ملح شوي. تماسك ما هو قوي فراح اضيف كوب ثاني شوفان. بسم الله، والله ارتفعت. طيب والحين مرت حدود 25 دقيقة، موجود عندي فليفلة حمراء، فليفلة صفراء، فليفلة خضراء، شوي قطع بصل، أجنحة، وعندي هنا ساسج أو سجق نقانق. عندنا هذا اللي هو جبن موزاريلا بدون حليب وبدون لاكتوز، استعملته الحلقة الماضية وما نفع، بس ان شاء الله المرة هذه يسيح ويعطينا تماسك الجبن حق البيتزا. طيب اول شيء صوص البيتزا، حماس من زمان ما سويت بيتزا. ضيف شوي من الجبن النباتي اللي تونا تكلمنا عنه، خضروات، واكيد ما ننسى السوسج، واكيد اخر شيء جبن زيادة، شوي بهارات ايطالية. والحين دخلها على الفرن 10 دقائق إلى ربع ساعة. عجينة الشوفان غريبة شوي، زي ما نشوف العجينة ارتفعت وعندنا شكل بيتزا بس خفيفة. ريحة بيتزا. بسم الله. القاعدة لما تكون من الطحين الأبيض تكون قوية ثقيلة متماسكة، حتى فيها طعم حالي شوي. لذيذة هذه كخيار صحي بس ما هي نفس البيتزا، فالبيتزا الشوفانية بنقيمها 8/10. أهلا وسهلا زهرة، حياك الله وهلا بكل أهل البحرين. ولهت عليكم على البحرين الحبيبة، وأنا صغير أهلي كانوا دوم يأخذوني للبحرين عشان نشوف أفلام بالسينما. بالنسبة لانضمامك عائلة نباتيين، خذي وقتك وراحتك وابدأي بالتدريج، وبإذن الله مع الوقت تلقى النظام ينفع معك. جربت الوصفة وتفاجأت كيف عجينة الشوفان ارتفعت، والله إنك وصفتك مبدعين. سلطة. مرحبا نباتي، أنا عبد المجيد. أهلا عبد المجيد، بحب فيديوهاتك كثير، عندي وصفة سلطة بتشبع كثير. المكونات: كوب عدس، الوعاء كبير بنضيف كوب عدس بني، فلفل رومي أخضر، فلفل رومي أحمر، طماط، بقدونس، نعناع، فجل، وبصل أخضر.
وللصوص راح نضيف دبس الرمان، ليمون، زيت زيتون، شوي خل التفاح، وشوي بهار السمان. نقول بسم الله. النكهة فيها لمحة من الفتوش، بس لا والله بشكل عام صحية سهلة، فيها مصدر بروتين. سلطة عبد المجيد بنقيمها 10/10. أنا عبد المجيد، شكرا لك على مشاركة الوصفة الصحية واللذيذة، جربتها اليوم ولا لا بعتمدها بنظامي من يوم رايح. مبارك عليك الشهر محمد. آيس كريم نباتي. مرحبا محمد، معك ياسمين. حاب أقول لك شكرا مرة على المحتوى الجميل والمنتج الرهيب اللي تقدمه. صح أنا مو نباتية، بس مرة 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 أحب قناتك وأستمتع بفيديوهاتك. استمر والله يوفقك. والله ما أدري شنو أقول، بس أحبكم وشكرا شكرا على دعمكم. المهم عندي وصفة بسيطة وسهلة، آيس كريم نباتي. نروح نجرب وصفة الآيس كريم النباتي. والحين قطعنا الموز، بندخله على الفريزر اليوم اللي بعده. طيب والحين الموز زي ما نشوف جهز. نضيف الموز الخلاط، رشة حليب نباتي بس عشان يسهل الخلط. راح أضيف شوي حليب جوز الهند، أضيف ملعقة زبدة الفول السوداني، شوي بودرة كاكاو، وأي محل سائل نقدر نستعمل عسل، أنا بستعمل ميبل سيرب أو شراب القيقب. آيس كريم الموز جهز. كنت متوقع طعم الموز راح يكون واضح، بس الأمانة ما تحس بطعم الموز. ممكن بس إني بضيف شوي زيادة بودرة الكاكاو لأني أحب آيس كريم الشوكولات. ما في له الطعم الدسم اللي يكون من الزبدة أو من الحليب كامل الدسم بالآيس كريم اللي متعودين عليه، بس لا 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 يسوى، جربوها. بقيمها 9/10. أهلا ياسمين، حياك الله. ولو شكرا لك على دعمك ومحبتك، تشجيعكم هو سبب استمراري. جربت الوصفه وتفاجأت بتماسك الموز المفرزن، فعلا كان شكله آيس كريم. خبصت شوي، حطيت كميه قليله من بودره الكاكاو، بس متاكد ان الطعم بيكون ولا غلطه لو اضفت ملعقه كامله المره الجايه. عوافي عليك ومبارك عليك الشهر. وصفه ام علي لرمضان. طيب وصفه ام علي بالشوفان الصحيه، كوب حليب جوز الهند، ملعقه هيل، 4 ملاعق شوفان. وأحب وصفاتك، متابعتك من الإمارات، واسمي علياء. أهلا علياء. أكثر الوصفات اللي متحمس لها بفيديو اليوم أم علي، صحية نباتية بدون حليب. أنا صغير أذكر لما أمي كانت تسوي أم علي، كنت أحسب إن لما تقول إنها سوت أم علي، كنت أحسب إن واحدة تسويها وتجيبها لنا. فكنت لما أكلها دائما أقول الله يعطي أم علي العافية ما قصرت، بس منو هذه ومتى راح نقابلها؟ أوكي. المهم كوب حليب جوز الهند، ملعقة هيل، 4 ملاعق شوفان، حطيناهم على الفرن، بنحركهم الى ما يتقل التماسك شوي. الحين بنضيف فستق، ملعقتين كبار جوز الهند، وسكر ابيض. طب الحين بنضيف شوي من القشطه النباتيه بدون الحليب اللي جربناها بفيديو اليوم. معلي النباتيه الصحيه جهزت. القشطة اللي سويناها من قبل شوي كنت اتوقع انها راح تتحمر بالطريقة اللي تتحمر فيها القشطة العادية، بس ما اعطتنا الشكل اللي كنا نبغاه. الريحة ولا غلطة، بس اهم شيء الطعم. قول بسم الله. طعم الحالي مع الهيل مع شوي نكهة جوز الهند، كنت بعطيها 10/10، بس عشان الشكل ما حصلناه، ولو انها غلطة القشطة مو غلطة الوصفة هذه. فلهذا السبب ام علي الشوفانية الصحية بنقيمها 9.5/10. هلا وغلا علياء، مرحبا بك وبكل اهل الامارات. اشتقت الامارات والله، لما كنت بثانوي رحت اعلم فراري في ابو ظبي وركبت اسرع قطار موت بالعالم. اسمه قطار موت صح؟ رولي كوستر. المهم جربت الوصفة وبصراحة الطعم كان 10/10 بدون ولا غلطة، بس الشكل ممكن ما ارفع معك، لما عندي قشطة لايت استعملت قشطة مختلفة. بس المهم شكرا لك على الوصفة ومبارك عليك الشهر.
شكرا لكم اللي ارسلتوا لي وصفاتكم اللي جربناها واللي ما بعد نجربها. اذا ما بعد اجرب وصفاتكم ما في مشكله، رسلوها لي مره ثانيه، رسولي سمبوسه، رسولي سمبوسه، رسولي سمبوسه، ابغى اجرب سمبوسه الاسبوع الجاي. اذا انتم بعد تعجبكم سلسله وصفات متابعين لا تنسون تسوون لايك على الفيديو، هذه اشياء تقول لي ان المحتوى عجبكم عشان ازيد من. ولا تنسون بعد تسوون اشتراك او سبسكرايب للقناه، لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، هذه الاشياء الوحيده تقول حق اليوتيوب ان المحتوى عجبكم. مبارك عليكم الشهر مره ثانيه، وان شاء الله راح تجي فيديوهات اكثر على الاسابيع الجايه. ايش بعد؟ حطوا لي تعليقات، احب اقرا تعليقاتكم وارد عليها قد ما اقدر. ايميل وصفات المتابعين موجود بوصف الفيديو، رسلوا لي وصفاتكم عليه. حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي موجوده تحت بوصف الفيديو، الانستغرام والتيك توك نفس اسم القناه نباتي. شكرا لكم مره ثانيه على دعمكم المتواصل، واشوفكم فيديو الاسبوع الجاي.